بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، قسم النهائي شعبة العلوم التجريبية وشعبة الرياضيات، وصل تصحيح بعض النهايات المقترحة. إذن لا ليميت إذا إكس يؤول إلى زائد النهاية 2x ناقص 1 ناقص جذر x مربع زائد x ناقص 1 هي شنو؟ هي لا ليميت 2x ناقص 1 ناقص لا ليميت x وش لاحظوا؟ لاحظوا ملي 2x ناقص 1 نكتفيو ب الحد الاكثر الاكثر درجة وهو 2x، مدنا زائد لا نهاية ناقص ما لا نهاية. إذن هذه حالة، لاحظ حالة عدم التعيين، نزلها بالطريقة الآتية. واش نديرو؟ نديرو 2x ناقص 1 ناقص جذر x مربع زائد x ناقص 1 تساوي ماذا؟ x اثنين واحد على x ناقص جذر زائد واحد على x ناقص واحد على x مربع. كيف هذا؟ لأن x مربع زائد x ناقص واحد هي جذر x مربع وحدة زائد x على x مربع ناقص واحد على x مربع. هذا x2 هي دونك جذر x2 تخرج، كي تخرج تولي قيمة مطلقة ل x، تبقى واحد زائد واحد على x زائد واحد على x مربع. ولكن في حالة x يؤول إلى زائد النهاية، اتجاه الأعداد الموجبة، قيمة المطلقة لـ x هي x. نعوضو، إذا تولي x جذر x مربع زائد x ناقص واحد هي x واحد زائد واحد على x زائد واحد على x مربع. نعوضوها لنا، نعوضناها لنا، هذه عليها x نقدر نديرو عامل مشترك، ومنه أن لا ليميت إذا x يؤول إلى زائد النهاية نتاع 2x ناقص واحد ناقص جزء x مربع زائد x ناقص واحد هي x ليميت إذا x يؤول إلى النهاية x 2 ناقص واحد على x ناقص
إذا إكس يؤول إلى زن لا نهاية، هذه تؤول إلى صفر، هذه تؤول إلى صفر، وهذه تؤول إلى صفر. وش يبقى؟ يبقى 2 ناقص 1، 2 ها 2 ناقص 1، دونك 1. إذن لا ليميت إذا إكس يؤول إلى زائد نهاية نتاع 2 إكس ناقص 1 ناقص جذر إكس 2 زائد إكس ناقص 1 هي لا ليميت لإكس، هي زائد ما لا نهاية. فيما يخص إكس، إذا إكس يؤول ناقص لا نهاية نفس النتيجة، تولينا هذا الإكس هذا ميوليش إكس، هذا الإكس هذا يولي ناقص إكس، تولينا القيمة المطلقة لي إكس هي ناقص إكس، دونك واش تولينا؟ تولينا إكس لا ليميت إكس إذا إكس ناقص ما لا نهاية، واش نهي؟ 2 ناقص إكس، ولكن زيد هنا جذر واحد، واحد على إكس زيد واحد على إكس مربع، هذه تؤول إلى صفر، هذه تؤول إلى صفر، وهذه تؤول إلى صفر، تبقى لنا 2 زيد واحد، إذا تولينا ليميت 3 إكس، هذا إكس ناقص ما لا نهاية، وهذه تمد لنا ناقص ما لا نهاية. فيما يخص التمرين الآخر، لا ليميت إكس زائد 2 ناقص إكس إذا إكس يؤول إلى زائد لا نهاية هي كذلك ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية حالة عدم التعيين. كيف نتوصل لنتيجة أخرى؟ إذا نكتب إكس زائد 2 ناقص جذر إكس هي وشني؟ هي إكس واحد زائد 2 على إكس ناقص جزء إكس، ولا نكتبه إكس واحد 2 على إكس ناقص جذر إكس على إكس. أي إكس ناقص واحد على جد إكس، لأن جذر إكس على إكس هو وشني؟ هو جذر إكس على جذر إكس جذر إكس بعد الإختزال ديو واحد على جذر إكس. إذن لا ليميت
إذا x يؤول إلى زائد 8 x زائد 2 ناقص جذر x يساوي وشني؟ هذه تؤول إلى صفر، هذه تؤول إلى صفر، يبقى واحد. يبقى لنا ليميت x إذا يؤول زائد لنهاية معناه زائد ما لا نهاية. هذه هي النتيجة النهائية. و السلام عليكم ورحمة الله.